هذا مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم اجمل تحيه. تواصل اشواطنا المستمر مع سن الحقائق في هذا المهرجان وفي هذه الانطلاقات الجميله هنا بميدان الشحانيه. تتواصل الانطلاقات، يتواصل اللقاء بحضراتكم مع هذه الانطلاقات ومع هذه الاسماء الجميله والشعارات الرائعه على ارضيه هذا الميدان الجميل. نتواصل وننطلق مع احد اشواطنا وهو الشوط العاشر في اشواط الحقائق. انطلق الشوط وانطلقت الامال مع المشاركين في تحقيق الناموس والفوز في الاربعة كيلو مترات مع الابكار الحقائق. يا سلام، لها طعم، لها ذوق، تسجل في تاريخك في هذا الختام، ختام الختاميات هنا مع هذا الانطلاق. ولا زالت يا سلام الشاهينيه، حمود بن عبد الله بن سالم الجحافي تسيطر على مقدمه الشوط، مثير محمد بن سعيد بن منانه لا زالت في التنافس، الثنتين انفردا، الثنتين ما بينهن ال 400 متر الاخيره، ال 400 متر الاخيره مشاهدينا الاعزاء. ولكن مثيره في الامتار الاخيره. يا سلام، الاثاره جميله، يا سلام مع هذا الانطلاق. يا سلام، سلاماتنا لشقانا هناك في دوله الامارات، ويا سلام في زعبيل بالذات. يا سلام، اشكر محمد بن سعيد بن منانه وهناك لشقاء من السلطنه، كذلك التنافس مع الجحافي. ولكن خلاص مثيره حققت ناموس هذا الشوط. يا سلام، محمد بن سعيد بن منانه تهانينا على الفوز وناموس المركز الثاني الشاهينيه. حمود بن عبد الله بن سالم الجحافي قدمت كذلك اداء جميل، المركز الثالث وصلت في ضبا محمد بن محسن بن ديله، بينما المركز الرابع وصول الشاهينيه لسهيل بن سالم بن سليم العامري، والمركز الخامس هناك وصلت في خامس المراكز حشمه، تعود ملكيتها لاحمد بن علي بن محمد الكتبي بن واس الكتبي. هكذا كان مسار هذا الشوط الجميل، كان تحدي هذا الشوط المثير الذي حمل لنا الاثاره والتحدي. مشاهدينا متابعينا الكرام، تمكنت مثيره من الفوز والناموس في هذا الشوط، قطعت المسافه في 6 دقائق و19 ثانيه، 73 جزء من الثانيه. تهانينا لمحمد بن سعيد بن منانه، بينما وصلت في المركز الثاني الشاهينيه، قدمت اداء جميل، 6 دقائق 19 ثانية، 92 جزء من الثانية. تهانينا لمالكها حمود بن عبد الله بن سالم الجحافي، بينما وصلت في المركز الثالث ضبا، كذلك قدمت أداء جميل، 6 دقائق 24 ثانية و31 جزء من الثانية. تهانينا لمالك ضبا.